دينا تاج الفاروقي خبير التغذية ومدربة لياقة بدنية حصل على العديد من الشهادات العالمية وشاركت أيضا في العديد من المسابقات العالمية في اللياقة البدنية. تطلعنا في هذا اللقاء عن أهمية الرياضة والتغذية الصحية وكيف نستطيع الحفاظ على أجسام صحية من خلال تمارين بسيطة. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، ضيفتنا اليوم هي مدربة اللياقة البدنية وكمان خبيرة التغذية دينا تاج الفاروقي. أهلا، شكرا. دينا، أنت بدأت ممارسة الرياضة في سن 21، شو كان السبب؟ أوكي، أول شيء ما أعرف أتكلم عربي 100%، تسمحوا لي بحاول أخلط الإنجليزي مع العربي وأشرح لكم ماي بيست. فيوم كنت صغيرة دائما كنت ألعب رياضة، جيمناستكس، كورة. I was very active وكنت أضعف واحدة في الكلاس، ديل ضعيفة بس مثلي أنا. يوم وصلت عمري 20 21، شوي كسلانة، hanging out مع رفيجاتي، shopping, eating, restaurants، فما كنت أركز على السبورتس نفس أول. فدائما قلت أنا مستحيل أمتن، دائما اكل برجر بيتزا، هاي الاشياء ما ياثر علي، انا وايد كنت ضعيفه. بس it did. الميتابوليزم changed. I got older. اكل غير صحي كمان. Yeah, غير صحي. فقلت اوكي متن شويه، بس مش انه يعني I thought it's a big thing. Until رحت اجازه مع الاهل. ورحنا مكان بحر with the boat and the hotel on the beach. ما راح انسى، كنت لابسه بكيني، دخلت الحمام مع امي، وفي الحمام كان عندهم مراي من فوق لتحت على كل طوفه. ودخلت شفت شكلي، said oh my god. انصدمتي؟ Yeah, I said really. And I know it's because of the pizza and the burger, بس هاي كثر 35 كيلو في سنة. يعني I was shocked. السبب كان يعني زيادة الوزن. Yeah, but too much at a young age in a short time, you know. فأنا استغربت، قلت أنا مستحيل كيف هيك in a short time، وأنا أصلا ما يعني I didn't even realize. Okay. From that day قلت خلاص، وإحنا كنا على البحر قاعدين أركز، ما في بيبسي، ما في بيبسي. حتى يوم طلبت الأكل قلت لا لا لا، من يوم رايح أنا من اليوم ماي سمك عيش بس. دينا، أنت كملتي بعدين صرتي مدربة لياقة. Yeah. شو التحديات وكيف واجهتيها في هذا المجال؟ واو. Well, من البداية شكله كان صعب. Yeah, it was. لأن دائما لأن تعلمت أشياء وايد، لأني كنت أقرأ وضعفت، وكل الناس كانوا يسألوني كيف ضعفتي؟ شو سويتي؟ قلهم يلا يلا تعالوا معي الجيم برويكم وبقول لكم شو تاكلون. فرفيجاتي دائما كانوا يقولون لي بعدين after years they were like ليش ما تصيرين مدربة؟ دائما انت تروحين الجيم تساعدين الناس بلاش، make it your career. تعطيهم advices. Yeah. And I said لا، and I never thought of being مدربة. وبعدين امي وابوي بيقولون لي شو تصيرين مدربة؟ come on Dina, you know it's like they look down on it شوي، you know من البداية. They're like Lynette, you're passionate when you help people، راح تصيرين good at it. I was like لا لا لا، ما راح اصير مدربة. بعدين واحدة في امريكا she called me. She said, Dina, I need you. I gained a lot of weight. You know, I'm having issues in my marriage. And I gained weight and I'm eating. ممكن تساعديني؟ قلت لها, yeah, okay. She's like, I want a vacation. راح أجي دبي. I said, تعالي. وتعالي stay with me. She was going to come for 1 month. She stayed for 3. Transformation. From that very moment, I said, خلاص راح أصير مدربة. تعرفي احنا دينا بنعرف انه اللياقة البدنية مرتبطة بالرياضة الذكورية. كيف يعني واجهتي هذا المجال بالنسبة لك؟ انه دائما احنا بنشوف انه كوتش يعني ذكر. كيف انت كوتش انت؟ كيف واجهتي هذا الموضوع؟ صح، بالذات في في الوطن العربي. خصوصا exactly. وانا صرت مدربة يوم ساكنة هنا في دبي. ف A lot of people were like, لا بنات مفروض ما يتمرنون وزن، مفروض ما يروحون الجيم، هذا حق الشباب بس، حق الرياييل, you know. And of course I'm Arabic, so everyone used to say that. I'm like, you know what? We need to switch the way we think. لأن كل إنسان عنده goal معين. ما يصير إحنا we say, مفروض الشخص لازم يكون شيء. كل إنسان عنده goal. And we have to respect that goal. إذا واحدة تبى تكبر العضلات هذا
her goal. هو الوحدة تبغى تكون. And I believe, like أبوي كان يقول لي دينا لا تشيلين وزن وايد, لا تخليني يكون عندك عضلات, لأن الشباب ما يحبون شذي. عسر حبيبي دائما يقول لي لا تسوين شذي, الريال ما يحبي, لا تسوين شذي, الريال ما يحب شي. And I said, you know what, يبا, I'm not trying to change myself for what others like. أبا الريال يحبني for me. So at the end of the day, what we need to focus on is what will help us become healthy. صحيح. ولحم نزيد شوية العضلات عندنا, مش بودي بيلدينج, شوية نزيد, it's good for our health. You know, it helps our metabolism, it helps our bones. شو هي الأساسيات اللي نحتاجها للجسم يعني عشان يصير متناسق وبصحة يعني؟ What are the best تمارين and exercises exactly. and stuff? Resist, it's a combination of everything. مثلا cardio, running, cycling, swimming, jump rope. This is عشان الواحد for the heart. It's very good to keep the person active and feel good. And it burns energy. That الواحد يبي يضعف. حرق الدهون يعني. Yeah, حرق الدهون. بس بعد. حرق الدهون. And also resistance training. Resistance training. إنه, you know, when they go to the gym, يسوون التمارين بالدمبلز, بالماشينز. هذا يساعد الجسم shaping. الكارديو ما يسوي shaping حق الجسم. That's why they call it body building. Because bodybuilding doesn't mean big bodybuilding that what people think. Mm-hmm. Because you can shape your body how you want with resistance. Okay. Okay. That's why we focus on that. And when you have muscle, يساعد إنه الواحد يحرق الدهون أكثر. لأن كل ما يكون عندنا عضلات, كل ما نحرق energy أكثر. So we want to focus on both. دينا مثلا أنا حابة أجين ويت, أزيد وزني. شو هي التمارين اللي بتساعدني عشان أزيد الوزن؟ شوفي احنا نقدر نسوي نفس الجدول, نفس التمارين البروجرام. الدايت راح يكون اهم شيء. صح التمارين تقدرين مش تغيرين التمارين, انه تركزين تزيدين الوزن لما تسوين نفس التمارين. لان كل ما تزيدين تركزين على الوزن راح يساعد العضله تكبر. بس العضله ما تكبر اذا انت مش على الدايت يساعد تزيدين الوزن. هذا راح يكون أهم شيء. أوكي صح البروغرام يمكن تسوين شوي أقل التكرار, تزيدين الوزن, بس أنا أقدر أسوي نفس الشيء بس لأني مركز على الدايت ما راح الوزن ما راح يزيد يعني نفس والعضلة التمارين. ما راح تكبر. دينا في كثير نساء بيشتغلوا ما عندهم وقت بيروحوا على الجيم. Yeah. ففي تمارين ممكن بيعملوها بالبيت. Definitely أكيد. عشان شذي أنا سويت programs online. الحين أكثر شيء ركز online لأن that's what people struggle with. ما عندهم وقت, يمكن عندها عيال في البيت, وين تروح تخليهم وبيزي وكلينينج اند ستاف. اصلا الشخص مو بلازم يروح الجيم. You can get a couple of dumbbells, you can get some resistance ropes and do everything at home. فشو نصيحه اللي ممكن تقدميها للنساء للحفاظ على جسم متناسق وبصحه كمان؟ انه اول شيء اول شيء سوي اللي تقدرين تسوينه. لا تفكرين انه لازم اجيب مدرب, لازم اروح على الجيم, لازم يكون عندي دايت. انا من يوم انا بديت مشيت برا. هذا المشي برا غير حياتي. شوفي صرت مدربة. I never thought that was gonna happen. So do what you can now. ما عندك وقت مو مشكلة. 5 دقائق. حتى إذا أنت قلتي you know what, أنا بس راح أسوي stretching. بس. ما راح أتمرن. بقوم بحط المات بسوي stretching. بروح على اليوتيوب بشوف فيديو. And I'm gonna start with that. Because from that you're gonna feel amazing. وشوي شوي راح تقولين اوكي الحين I'm gonna راح ادخل شيء ثاني. I will start doing one exercise or راح اسوي راح اشرب بيبسي اقل شوي ولا راح شوي امشي يعني. الحين 20 دقيقة برا شوي شوي step by step and you will start to get into this whole lifestyle. Thank you so much دينا. احنا ممكن اقعد معك طول النهار مش يعني كثير عندك نصايح. شكرا كثير thank you شكرا thank you.